السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة من قناة ياسين، أحلى مسا عليكم. طبعا النهاردة سبحان الله سبحان الله وبحمده، طبعا زي ما احنا شايفين يا جماعة الوش اللي قدامنا ده على فكرة دي راس إنسان، على فكرة شايفين الرسمة اللي باينة في الكاميرا، شايفين الرسمة، والله على فكرة هو مش راسمها ولا حاجة ولا جاله فكرة إن هو يرسمها، احنا قعدنا كده يعني أنا قاعد بنبص له وفجأة لقيت الرسمة دي في وشه في نص راسه، تمام. لما تخيلت الرسمة وركزت مع الرسمة كده، يعني أنا يمكن مقرب منها بالكاميرا لما مؤاخذة إن الكاميرا ما فيهاش بيكسل أسفين، لما قربت من الكاميرا لقيت إن الرسمة دي فار، رسمة فار. لو رجعنا ورا كده أهو، تمام، أعوذ بالله من غضب الله، الفار اتحول لديناصور. شايفين يا جماعة الفار؟ أه شايفينه؟ شايفين الفار في دماغه؟ طيب طبعا دي مش رسمة، أهي مش رسمة ولا حاجة ولا هو رسمها ولا كلام من ده، ده في دي في الجلد. طب دي من ايه؟ محروق. طبعا معانا النهاردة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معانا ومعاكم طبعا قناة ياسين، انا اللي بنصور له الحلقة دي وياسين واقف اهو، تمام. معانا ومعاكم طبعا الحاج محمد، طبعا من قرية شنتلة العنب، مركز بطاطساية، طبعا هو منورنا اهوت. الحاج محمد، انت عمرك حد قال لك ان في وشك فار؟ ياما ياما، وفي ساعات يقولوا لي فيل والكلام ده، فيلو في ما انت لحد دلوقتي محتار فيل ولا فار؟ طب ده ممكن الجمهور يحكم معانا على الرسمه اللي في الوش دي، تمام، يعني يقول لنا ايه ده فيل ولا فار، يعني انا وضحناها اهي، تمام. طبعا بعد ما ركزنا ودققنا التركيز بناء عن العلماء في بلاد الخارج، طبعا في فرنسا وايطاليا وعزبه مظهر والحتت دي، تمام، قررنا تجميع العلماء واجتماع العلماء، تمام، ان هنشوفه وهنركزه ده فار ولا فيل. انت في ناس جات لك فيل وفي ناس جات لك فار، وفي ناس جات له أرنة، تمام، مش عارفين بقى مش عارفين ده ايه، يعني انتوا دلوقتي لحد دلوقتي محتارين مش عارفين ده ايه. هو الوش والودن فار، الايه؟ الوش البوز بالودن فار، البوز بالودن. أيه. طب ما الجمهور اللي هيقول لنا في التعليقات ده فار، الودن والبوز فار والريولة. طب ما ممكن تكون فار والده، الفار بيطول ده. طب محمد، انت 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 طبعا احنا مش عشان ما فيش حد يقول ان الفيديو ده تنمر وكلام من ده، تمام، احنا ما بنتنمرش. انت مبسوط بالفار ده؟ مبسوط بيه ده، عايز يضيعه. طب ماشي نعمل له عمليه، ينفع ينفع شويه ميه نقط من بطاريه العربيه، من بطاريه العربيه السلفيه، تمام، وتيجي جايب الفرشه وتيجي ده هنا وتنام وتصحى، لو نشيل منه بس اي حاجه، شيل راسه، شيل اي حاجه بس، هي المشكله ان راسه الديل والراس، هي المشكله ان راسه اللي يعني انت عايز تشيل الديل والراس تبقى علامه صلاه، يعني انت بتكذب على الناس ان هو فار، يبقى تكذب عليهم في الصلاه كمان. طبعا زي ما احنا شايفين ايه، هجيب بس سليمان، هجيب ايه؟ سليمان. طبعا بناء عن العلماء في باريس وفرنسا، ده عالم من ضمن العلماء. تعالى والنبي، ده ايه؟ ايه اللي في وشه؟ ايه اللي الرسمه اللي في الوش دي؟ رسمه ايه؟ فار والله. ايه؟ والقران فار. القران بس؟ ايه رايك يا ابو حفيظه؟ ابو حفيظه ايه رايك؟ ايه رايك؟ ها؟ إيه؟ والله يا كابتن ام الرسمه دي ايه؟ وبتحول، خلي بالك. والله؟ والله. ليه يعني؟ تحاول ليه؟ ممكن رزي يا راجل والله، تحاول يعني شويه جلد. شوف ان الرسمه دي فار يا كابتن، ايه فار، شوف الشكل دي. انت قررت خلاص؟ طبعا ايديه لو تعبسكم، طبعا طالما ابراهيم قرر يا جماعه لا يبقى فار. هي الرسمه شغلت بالي من ساعتها، انا قاعد من ساعتها ببص له، تمام. طبعا الزبائن اللي هتيجي عندنا المزرعه من يوم رايح اقول له لا ابو فار فين، ولا ابو فار فين. طب دي جات لك ازاي؟ والله كنت ايوه. لا اله الا الله، بسرعه الحكومة مش هتنسوه. ايه اللي حصل يا حمد؟ كنت اصغر من ياسين كده، اي وكنت جعان، قمت ناكل، اي قمت سخن الاكل على الجهاز الكلام ده، جت الستاره الهواء راحت يمت البطيخه، الهواء طيارة على البطيخة، حلو، جيت ولع، ده اعلان بتاع شركة ايه دي؟ والله ولعت دي، المهم الستارة ولعت، ولعت، جيت انا خفت على الشقة تولع والكلام ده، جيت مسح وشك بالستارة؟ لا ما مسحتش وشي، من طفاه بايدي، كنت صغير بقى ما نعرفش حاجة،
طفيتها بيد 10 صوابع دول اتحرقوا وال وديت حته نطرت هنا جت انا من السخونه قعدت نعمل فيها كده رسمة فوق عملت كده سبحان الله ما نعرفش ده حاجه بتاعت ربنا بقى سبحان الله قلت لك الرسمه بالظبط لو الرسمه ايه تحس ان هو فار خبيث قاعد بياكل يعني ايه مش بيجري ده قاعد مجرفص كده وبيبص وبياكل كلك ممكن يكون الفرقه مش شرف الستاره طب ما يمكن يكون الفرقه في الستاره وطبع لما مسحته والله لا والله حته وقعت هنا كده نطرت هنا من السخونيه من السخونيه دعكتها عملت فاق عملت جامعة طيب انت يعني زعلان ولا انت هي مش باينه لا يا باينة يعني تتأكد انها باينة؟ باينة على طب ما فيش حد في الشارع قال لك ايه ده محمد ديت ايه؟ يام والله يام؟ طب كان رد فعلك ايه عليهم؟ رد فعلي حكت لهم زي ما بقول لك كده وانت كل واحدة تقعد تحكي له تقول له الستارة تقول له الستارة فاكر يوم واحنا بنبني المزرعة وقعدت تحكي لنا وقلت انا كان معايا توك توك ورحت انا عزي بيه سبته في البحر فاكر؟ والتوك توك نزل في المية وبعدين مع الزيت نزلت خدته؟ ده من ضمن الستارة برضه؟ ياسين مظبطك النهارده لا والله ربنا يبارك لك يا محمد وانت رايك ابو ايه في موضوع الستاره ده مش جاي معايا سكه والله ما جاي سكه يا كابتن حاسس اني احمي بقول كده برضه مجبر والله ايه مش انا ابو دوت مجبر بقول كده والله انت بتقول كده رسم رسم الشنب ده حتى كده بيقول لك رسم الشنب ده فين يا الحاجه وهي حكت ها حكت فار حكت فار بره والله اعلم كانت مسافه ابو بص لك كده هيختفى كل هيختفى كنت مروح ممكن الحاجه لما ودنا كبرت بعد وانت راك يا شيك بالنسبه لانت جرام يا شيك مش عارف انت واثق في موضوع الستاره ده صراحه لا جاي فيك ستارة. انا مش عارف الحوار ده مش جاي معايا لا مش فاهم انا بدرك وانا بنصوره ليه ابوك كان حاضر الستاره طب ما طفاش النار ليه ايوه طب ابوك ليه هو قال لك من قبل ما نصوره قال لك ابويا كان في ليبيا ايوه كان في ليبيا بس طب ترن على ابوك ازاي بقى اذا كان ابوك يعني ابوك هيسيبك تمسك الستاره والستاره تولع ما طفاش هو ليه الحاجه في البيت الحاجه كانت في البيت ساعتها طب هي ما طفتش ليه كانت نايمه انا قمت من تفاصيل قعدت ناكل ومش ما عملتش كده والله العظيم طب مش قصدي بقول لك ده ممكن لما حاجه لما حاجه والله والله قسما بالله كمان مره من ال ممكن يكون في اللي مش عايزين اعرفك ان في مثلا فار وحمه وكده لا مش وحمه هو ما هيتوحموا على فار لا 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 انا ما بقولوش اساس لا لا ممكن لما خزينه جيت ورا امه شافت فار اتفاجئت راحت وقعت اتفاجئت قالت فار بس 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 كانت يعني كانت في اليوم الاخير خالص فاضل لها دقيقه وتولد دقيقتين وتولد فالمهم شافت فار قالت جايه فار واه احلى مسا عليك يا حمو احلى حبه ضحك واحلى حبه هزار انت طبعا ابراهيم مقتنع بالموضوع انت منين ده هنا انت مبسوط معانا مبسوط يا كابتن انا شفت بس بينزل دمنهور تسلم انا شايل الفرد يا سيدي ايوه دلوقتي يا ابراهيم انت بتنزل مع السواق دمنهور كل يوم بالليل كل يوم وبعدين انت بيسالوك في البيت بيرنوا وبيركب قدام وبتركب قدام كمان ايوه تبلاش نركب قدام طيب بيرنوا عليك في البيت تقول لهم انا لسه قاعد في المزرعه طب انت خايف تقول لهم الحقيقه احنا مني مستني رحمه انا مطرقه بالعربيه انت خايف تقول لهم الحقيقه احنا مني لا مش حكايه خوف امال ايه انت غيبت ليه ما غيبتش انا الله الله طب احلى مسا عليكم يا جماعه مش عايزين نسيحوا اكتر من كده